السلام عليكم، اهلين وسهلين. كيف الاحوال؟ امور مزيان، كلشي سانك سانك، الحمد لله والشكر لله. كي درتو غبرنا عليكم شويه. ايوا اش غنقولوا؟ كيما كنقولوا دائما عبارتنا واحده، اللي قال لي دائما كنغبروا غير باش كنوجدوا لكم الجديد ثم الجديد ثم الجديد. مع العواشر قربوا، لا اله الا محمد رسول الله، كنقولوا يحسن عواننا وخلاص. خدامين ليكم في الجديد مع الخدمه اللي غادي نوجدوا ان شاء الله سيدنا رمضان، الله يوصلوا لينا مؤمنين ولا فاقدين ولا مفقودين كما كنقولوا. والكوليكسيونات جداد، من وقفتنا جليلبات، شي حاجه تكون غزاله 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 بحالكم ان شاء الله يا ربي. داكشي علاش كنديروا شويه د الروطار، وبغينا نحيدوا ان شاء الله الياس د البيع باش يلاه نتكافاو مع الكليان ديالنا، باش حتى واحد ما يتقلق. البيع وجدوه يكون واجد، والكليان نخدموا معاهم ان شاء الله. مع اننا راه ديجا علمنا الناس على حسب لي كوموند البعاد، راه الاخر ديال الشهر ان شاء الله غيتحبسوا، وحتى ان شاء الله الكليان حتى هما راه الاخر ديال الشهر جوج غيكون ستوب، لان ما بقاش عندنا الوقت باش يلاه نتكافاو ونخرجوا شي حاجه تكون زوينه زوينه بحالكم. واليوم جايبين شي حاجه اللي زين زين، راه كي قلت لكم كنغبروا لكم والله القسم كنغبروا على ودكم باش نجيبوا لكم اللوز. اللوز ياك خاوله. ايوا اليوم اخيتي غنبداو ان شاء الله بواحد الدرعيات ان شاء الله يا ربي. سيدنا رمضان عراضة رمضان اختي، شي فطور العائله، شي اصلا الحال بدا كيسخن، الله يرحمنا بالشتيوه، ولكن ما عندنا ما نديرو. المهم الدرعيات، يا سلام اختي، شوفي غزالي، تلبسيهم بمجيدي لاختي، هانت اختي هانت، تلبسي بمجيدي وتلبسي بلا مجيدي، كيجيو في اللبسه البنات شي حاجه لي طوب طوب. وإلا سهل صدر ربي علاش لا ما نشاركوهمش ليكم ملبوسين، والثمن البنات غزال غزال، شي حاجه لي طوب. ويا سلام سلم لي قال لي 500 درهم لغلا على مسكين. شوف اختي دراعيات، يا سلام، واللوينات البنات عندنا فيها الموف، ما عرفتش الاضاءه شويه يمكن ناقصه خوله. عندنا الموف كي كتشوف البنات، هانتوما اختي نجي نشوف لك. ها هاجي اختي شوفي، هاي 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 هاي، وشوفي لاختي البلونكاس، هانت هانتوما اختي، راه طايات ستوندار، وشي حاجه اللي كي كنقولوا الخيال العلمي، شي حاجه اللي غزاله غزاله اللوينات، يا سلام. هانتوما اختي، هانت اختي شوفي لي الغوج البوردو ماشي الغوش، وشوفوا لي اختي، شوفوا لي الجليبات اختي، شوفي لي الغوز بيبي، شوفوا الجليبه خوله، غيري شوفوا الجليبه، شوفوا لي الجليبات اللي غيكون فيهم برومو فني ماشي خوله. شوفي لاختي جليبات برومو البنات، برومو برومو، بقاو فيهم شي 8 ولا 400 درهم، شي حاجه اللي غزاله غزاله. دابا خوله كتقيس وكتحط، كي قلت لكم هانتوما اختي لا صراحه الدرعات، يا سلام، وجليبات حتى اللي لابسه فشنا. انا خلاص كيدير معجبني هاد الكوليكسيون، لا وفنا وبقاو فيهم، ما بقاوش فيهم بزاف البنات والله الا راني نعطي لي ديطاي خوله. اجي كي قلت لكم البنات التشكيله، يا سلام هانتوما شوفوا لي لي ديطاي، هانتوما الكاشمير بلي هاد البوش هنا، شوفوا قربي بلاتي نهبطو شويه هاكا كاينه، ترجعي اللور باش يبان لك. شوفوا هنا غزالين سبور، وفراسكم زوينين رمضان وما تقالينش، وشي حاجه اللي زوينه زوينه خفيف خفيف زوين، ويتلبسوا مع البوتينغ، يتلبسوا مع السباد. شوفوا ما تديوش عليا انا رمضان، لا 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 ما دايرينش، ما عندناش مشكله خوله، غير كتقيس عجبوها قالت لي بقاو هاد العدد اللي بقى قليل وكتقيس، ولكن كلهم فنين وفراسك خوله جاتك فنة. خذي 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 سمعت اختي سمعتو، نكمل لكم اختي التلوينه راه كلفتني. هانتوما شوفوا لي اختي، شوفوا لي البلونكاس، شوف شوف اختي تلوينه، يا سلام البنات، والثمن غزال غزال والله الا بوص. هانتي شوفي يا اختي، شوفي لي اختي فني فني، فراسك غادي نلبسهم الخوله، لا غادي نلبسهم اختي الخوله يا اختي يا اختي، انا نلبس وحده وانت وحده ونديرو عرض. هانتوما اختي شوف، شوفي لي الموف اختي، شوفي
انت اختي غير اللي ما بغى يلبس والله القسم لما يا سلام والطول غزال يعني هماويه شي حاجه اللي كراس. دابا انا كندوز لكم اللوينات البنات راه شحال الساعه والله الا راه 11 قريبه. شوفي لي الفيرغازون الكيزون فيرغازون كي داير. شوف اختي شوف اختي يا سلام يا سلام البنات هوته هوته والله الا هوته ان شاء الله يا ربي هادو الا بقينا بطولة العمر. شوفي لي اختي على الموب شوفي شوفي لي على الموب ديالي غزالين شي حاجه اللي يا سلام نبغيها لكل حبيبه. هاد الضريرعات والله البنات انا نبغيهم لكل حبيبه لان كيجيو يا سلام في اللباس كيجيو هماويين وكلاس وماشي تقالين. نرجع تلور كنستهم اه ويلي باقي. شوفي يا اختي سحب يا ساليت شوفي لي اختي النوار شوفي لي اختي النوار يا سلام يا سلام ها هو. انا مشيت كنستف شنو بقى هنا وباقي واحد النوار تاعي هذا مغلوق. شوفي ها انت اختي شوفي شوفي اختي على خديم ها انت ها انت اختي شوفي لي ديطاي ها انت شوفي لاختي شي حاجه اللي غزاله غزاله والثمن حتى هو غزال. عرفتي 500 درهم راه شي حاجه اللي الخيال العلمي اللي قال لي ولكن شي حاجه زوينه كتلبسي وكتلبسي شي حاجه اللي متميزه مي مخاوله نهار غير ونتهم ديك ما سفتهمش. هادو الضريرعات اللي دايرين ليهم 500 درهم شي حاجه اللي فنه غزاله غزاله. دابا يا غنشارك معكم لي دو بياس البنات. عرفتي لي دو بياس ما نقولش لك خدامه ليكم لي دو بياس شي حاجه والله كايناش ما دايراش والله الا شي حاجه اللوز كاين الصنعه البنات كاين الدرانضه كاين ديال الطرز كاين المهم نبرعكم ان شاء الله لبقينا بالروح هاد العواشر دو بياس. المهم هذه واحد التشكيله منهم شوفي اختي شوفي لي دو بياس ما عرفتش علاش الاضاءه عندي قلت لكم مشات تقطع بوحدو مسكين وعيا ولا كيقول لي سيري بحالك سيري تنعسي. شوفوا لي لون شوفي 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 هذا البنات راه واحد الموف غزال ودخلنا فيه الفيرغازون ولورونج يا سلام. ويا الصراحه البنات راه روعه البياس لان البياسات تلبس هنا عاوتاني فيها طريزه هذه طريزه يا سلام عاوتاني هذه التشكيله ديالتها طرزها بوحدها ماشي بحال الاخرين لورونج والموطارد كانوا بزواقه وحده وهذه زواقه اخرى ولكن بنفس لي ديطاي ديال الصنعه البنات كلهم بحال بحال. شنو عاوتاني ايوا شوفوا لي هذا شوفوا لي عاوتاني هذا الخضيطر هذا دخلنا فيه ثاني الزيتي وداك الفير والروج بريك ويا سلام البنات. ولكن الصراحه الصراحه راه البياسه ما كتبان قبيله وخا ولا تقيس صح كنا طوط الكاميرا جيت قيس لها كاع الالوان كي قلت لكم القفيطين ديالها ويتستغل بوحدو وقبيب يا سلام هماويه البنات جليليبه يا سلام تجي يا سلام يا سلام. ولكن هو اكثر حاجه في الصراحه خونا خصهم يتلبسوا باش كيبانوا لي ديطاي اكثر شي بياسه راه كتبان زوينه. وكي قلت لكم البنات راه واخا مع دابا الزربه راه هابطه دقه دقه نص طوق عقيدات ودقه دقه المهم راه ما عطيتش لي ديطاي بزاف راه العيا والعيا 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 ولكن هادشي اللي كاين. وكي قلت لكم دائما كاين باقي الجديد باقي الجديد كاينين دو بياسات اخرين الدرانضه كاين دو بياسات اخرين ديال الطرز المهم غنعطيكم غير التشويق باش تبقاو معنا دائما على الجديد والبارطاج البارطاج باش نزيدو نطلعو شويه ونطلع لاشين ديالنا شويه وتشاف كتر ويكونوا عندنا ديك ليون اخرين ان شاء الله باش كلشي ياخذ كلشي يستافد اللي ما خدا فكره اللي شرا اللي ما عندناش مشكل مهم اللي تعم الفائده على الجميع. وكي قلت لكم والهلا يخطيكم علينا ومرحبا لاول مره يشوف لاشين ديالنا مرحبا والف مرحبا يدير يتابونا ويدق الجرس باش يوصلوا اي جديد. وكي قلت لكم هذيك اللي كانت لابسه خوله راهم غيكونوا فيهم دي برومو غيكونوا 400 درهم ان شاء الله بقاو فيهم شي شحال خوله شي 5 ولا 6 ولا 7 ولا 8 ما بقيتش عاقله المهم بحال هكايا وان شاء الله يكون فيهم برومو 400 درهم لان الوقت اللي نصيهم في الانستغرام ان شاء الله بجهد الله. والله يخطيكم علينا ومحي عليكم الفيديو الجاي ان شاء الله.